السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم عملت لكم حلوى المارشميلو، وحلوى المارشميلو كل الكبار والأطفال بيحبوها جدا، وهي مكوناتها مش كتيرة، وهي بتتعمل بسهولة جدا، يعني مش صعبة. يعني مكوناتها كوباية سكر، نص كوباية مية، وثلاث معالق ونص جيلاتين، 3 معالق كبار ونص جيلاتين، ولون طبيعي من عند العطار طبعا حسب الاختيار. بنحط السكر ونص كوباية السكر ونص كوباية المية على النار، ونخليهم يغلوا، وبنحط لهم كمان رشة ملح ليمون عشان يبقى اللي هي الشيرة أو السيرب، أو سكر بالمصري، سكر سكر الحلويات أو عسل الحلويات، بس احنا مش بنخليه خفيف، بنخليه يبقى تقيل شوية عشان المارشميلو. ومعلقتين نشا بنحط تحت المارشميلو قبل ما نصبه، بعد ما نكون خلصناه، وفوقيه خالص بنحط معلقة نشا او 2.5 معالق عادي، يعني حسب الاحتياج. اوعي تحطي سكر، اللي تقولك حطي سكر بودرة مع النشا هي كده بتضرك، لان لو حطيتي سكر هيخلي المارشميلو يعمل زي السكر بيدوب لما بتحطي المارشميلو في التلاجة ويعمل مية. ده كان بالنسبة للسيرب. بالنسبة للجيلاتين بقى، هجيب بنص كوباية المية مغلي واحطه في الكوباية بتاعة المضرب، واحط 3.5 معالق اللي انا كنت مجهزاهم جيلاتين، واخفقهم بالمضرب كويس جدا، لان هو كل عمايل المارشميلو بالخفق بالمضرب بس، مش اي حاجة تانية غير كده. خلاص انا خفقت ضربت الجيلاتين، وبحط له السيرب بعد ما شايفين ابتدى يبقى متماسك ازاي، يعني بقى سميك مش خفيف. هضربه بقى مع الجيلاتين، وهفضل اضرب في الجيلاتين والسيرب لحد ما يبيض خالص. يعني اهم حاجة تركزي قوي في ضربه، اهو بدأ يبيض قدامكو. هو المهم انت بعد ما تطلعي السيرب من على النار او الشيرة، بتخليها تبرد شوية عشان لما تيجي تضربيها يجمد بسرعة، يعني يمسك بعضه بسرعة، المارشميلو ما يبقاش سايب يعني او خفيف، يعني ما نحطش الشيرة وهي سخنة. هو كده بقى ماسك نفسه خلاص، بقى جامد. لو حسيتي ان هو خفيف شوية بيزودي له معلقة جيلاتين عادي وانت بتضربيه، ما يجراش اي حاجة. انا كنت الاول هعمله بمعلقتين بس انا لما لقيته محتاج عشان كده زودت له معلقة كمان، فبقوا 3.5 معالق. انا كان هنا بجهز اللي هي ورق الزبدة اللي انا هفضي فيه المارشميلو، بحط له 2 معلقة النشا عشان ما يلزقش من تحت. الجوانب مش مشكلة، انا بطلعها عادي يعني. طبعا هو المفروض يكون في طبق مربع، فانا عشان او في علبة مربعة، انا خليت شكل الورق الزبدة على شكل مربع
حاولت اسويه يعني. وانا كده فضيت المارشميلو، انا هفضي نص بس وهعمل النص التاني، هحط له لون احمر عشان هو بعد كده بيفتح بيبقى بينك او روز، وهضربه بالمضرب برضو تاني عشان يبقى يعني لونين، اي لون تحبيه من عند العطار بتشتريه تقوله عايزة لون طبيعي بيديك الالوان اللي انت عايزاها والروائح اللي انت عايزاها وكده يعني. بعدين هفضي الوش التاني، الجزء التاني عليه، واسويه طبعا. اسويه على قد ما اقدر كده واهز البتاع شوية، هو بيفرد لوحده لانه لسه ما مسكش قوي. وهو كده خلاص انا سويته بقى، وهحطه في التلاجة لمدة 4 ساعات. هو كده خلاص طلع من التلاجة، طلعته هرش على وشه نشا، يبقى هو من تحت ومن فوق نشا. اوعي تحطي سكر زي ما قلنا عشان بيعمل مية بعد كده. تفردي النشا كويس على الوش، ولو دوستي عليه كده بتلاقيه زي السفنجة، روعة. وطبعا هطلعه بسهولة خالص لان هو ماسك بعضه، هو بعمل زي اللعبة اللي كنا بنلعب بيها زمان واحنا صغيرين، اللي هي البتاع اللي بنرميها على الحيطة وتفضل تنزل دي، فبيبقى ماسك بعضه كده. بس وهقطعه، في ناس بتحطه في اشكال يعني حاجات صغيرة كده زي بتاعة لعب الاطفال والحاجات دي، اللي حابة تعمل كده وعندها علب صغننة او حاجات صغننة تحط فيها برضو يبقى شكله حلو عشان الاطفال. لكن هو طعمه اساسا يعني مغري سواء باي شكل هيتاكل يعني. بس هقطعه واحطه في صينية التقديم دي، انا حاطة تحتيه ورق ستريتش عشان النشا اللي فيه ما تنزلش على الصينية. وقطعته زي ما انتم شايفين بكل سهولة، ولا بيلزق في السكينة ولا اي حاجة خالص، حتى لو ما حطيت لهاش نشا، وبيبقى ماسك في بعضه بس كأنه حاجة بلاستيك وبتفك من بعضها عادي، وعامل زي السفنج زي ما انتم شايفين. لو عجبكم بقى ما تنسونيش من الاشتراك واللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.